والقاسم هو قدام يقسم دور قال لي تركي هنا عندي اجتماع يا القاسم تو هاي إذا كانك أخوة ترك لي هذا تركي شوي عندي الصبح لين أطلع به ندورك تصقل لي تركي تركي أنا ماني صايب مالك صايب أم ماله أنا الصبح عندي وقفة مضام فيها مع البنفة أنت أعوذ بالله لا من عند كعوة النعوة لا من عن تكفير الناس الكذب وبالله وضارك ناشي مالي تضامن تضامن معاش رقاش يقبل الشي ما هو ما يضامن حد ما ورقاش يكذب ما يضامن حد ما ورقاش يكفر الناس ما يضامن حد ما رقاش يضامن الله مع حد يعرف هو لأنه رقاش مضبوط وصادق ألا الناس اللي ما تكذب هذا فج قلتولك وقلتولك وقلتولك هو يا والدي رأيك لهم الناس يلا تمشي معانا ويلا تفضل القاعدين بويا امشي أنا ما قطعت من القاعدين أنا اتباضي موريتاني شرف لي وتعليم أجيالها وسامع لصدري والدفاع عن موريتاني واجب ودين على رقبتي ولا قطعت من الناس الوراني يقير الشي فيه يرفع الراس العدل اللي يشي في خدمة وطني ما هو مهم ولا نشد من أخبار وندفع ولا نجيب فيه رد أنا أفضل عني قبيلتي ألا موريتاني وجيتي موريتاني ولاني من ذيك الناس الأخرى المتخلفة كذا كذا عندها شيء ثاني ما هو هذا وانت اللي ودي اللي نعود هذا ما فيك شي من الوطنية ولانك معتز بالبلد أطيال اللي نشوف انت ولان قد لي يسمعتم يلي يعطي في قراوي ضمدنا وخو أني تماشرين على أفكارك لي وهكذا قد التركي